Good morning, everyone. Welcome, all of you, to English class. صباح الخير جميعاً. وأهلا وسهلا فيكم بحصة اللغة الإنجليزية. معاكم مس أماني من أكاديمية البشائر النموذجية. واليوم إن شاء الله تعالى بدنا نكمل مع بعض شرح قاعدة Simple Present Tense، واللي هي قاعدة زمن المضارع البسيط. At first, بالبداية, let's start with our title, day and date. What's today? What's today? Today is Monday. Monday. What's today? ما اليوم؟ اليوم هو الاثنين. Monday. Monday. And the date today is وتاريخ اليوم هو the 9th of November 2020، التاسع من شهر نوفمبر، شهر 11 2020. Our title is، عنوان وحدتنا هو my clothes. My clothes. وعنوان قاعدتنا هو simple present tense. Again, مرة تانية. Simple present tense. أي زمن المضارع البسيط. Yesterday, البارحة، أخذنا مع بعض نوعين من أنواع pronouns، واللي هم الضمائر. نكررها مع بعض بشكل سريع لحتى نراجع هاي المعلومة معاكم. الآن لحتى نعمل مع بعض مراجعة سريعة لضمائر الجمع والمفرد، عملناها على شكل مخطط صغير باستخدام الأسهم. حكينا مع بعض إنه الضمائر باللغة الإنجليزية معناها pronouns. 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 ضمائر. ضمائر. تقسم الضمائر إلى قسمين. القسم الأول plural pronouns. plural. ضمائر الجمع. plural pronouns. ضمائر الجمع. والقسم الثاني singular pronouns. singular pronouns. ضمائر المفرد. singular. ضمائر المفرد. الآن نكرر مع بعض مين هي ضمائر الجمع ومين هي ضمائر المفرد. اتفقنا مع بعض إنه she, he, it ضمائر المفرد. she هي للبنت، he هو للولد، it لغير العاقل تستخدم للحيوان أو للجماد. أما ضمائر الجمع plural pronouns فهي they معناها هم، بتعبر عن مجموعة لأكثر من شخص. they هم، we نحن، they هم، we نحن، you أنتم، you أنتم، I أنا، I أنا. واتفقنا مع بعض إنه I يعامل معاملة ضمائر الجمع في اللغة الإنجليزية. الآن ضمائر الجمع تعبر عن مجموعة أشخاص، أما ضمائر المفرد فهي تعبر عن شخص واحد، إما هي أو هو أو حيوان واحد أو ممكن أن يكون جماد واحد. بعد هيك اتفقنا مع بعض إنه الجملة اللي فيها ضمير من ضمائر المفرد نضيف للفعل الذي بعدها S، ولكن الجملة اللي فيها ضمير من ضمائر الجمع لا نضيف للفعل الذي بعدها S.
وبنلاحظ هون يا تاني الحلوين إنه إضافة حرف الإس بتكون على الفعل، ما بتكون على الضمير نفسه. يعني ما بضيف الإس على الشي أو الهي أو الإت، هذا خطأ، وإنما إضافة الإس بتكون على الفعل اللي بيجي بعدها، إما run مثل ما أخذنا المرة الماضية، أو swim أو hop أو عدد لا نهائي من الأفعال. أوكي، المعلومة الجديدة اليوم اللي لازم نضيفها على القاعدة، قاعدة المضارع البسيط، إنه إحنا يا تاني الحلوين أي كلمة تدل على مجموعة أشخاص ما منضيف للفعل الذي بعدها إس، وأي كلمة تدل على مفرد يعني شخص واحد فإحنا نضيف للفعل الذي بعدها إس. خلينا نوضح هذا الحكي بمثال بسيط مع بعض. هلأ لو استخدمنا كلمة boys معناها أولاد وليس ولد واحد. boys أولاد. هلأ بوجود كلمة مثل كلمة boys في الجملة، الفعل الذي بعدها لا نضيف له إس. إذن بوجود كلمات تدل على الجمع لا نضيف للفعل إس، boys أولاد. ولكن لو كانت كلمة boy وحدها مثلا ولد واحد، ولد boy، نضيف للفعل إس لأنه ولد واحد مفرد يدل على ولد واحد واحد. ولكن أولاد boys مجموعة، إذن لا نضيف للفعل الذي بعده إس. لو بدنا نكتبها على شكل قاعدة أو نوضح هاي القاعدة على شكل كلمات باللغة العربية لحتى نقدر نفهمها أكثر، منلاحظ إنه الكلمات التي تدل على المفرد يعني شيء واحد أو شخص واحد نضيف للفعل الذي بعدها إس، ولكن الكلمات التي تدل على الجمع يعني المجموعة لا نضيف للفعل الذي بعدها إس. هلأ مثال على كلمات أخرى تدل مثلا على الجمع، عندي كلمة cats قطط، يعني أكثر من قطة قطط. أما كلمة cat وحدها تعني قطة، يعني قطة واحدة فقط. هلأ بوجود كلمة مثل cats وتعني قطط أكثر من قطة، إذن لا نضيف للفعل إس. ولكن بوجود كلمة مثل cat وحدها وتعني قطة واحدة نضيف للفعل الذي بعدها إس. Let's move now to page 22 من الستودنت بوك. ننتقل الآن إلى صفحة 22 من كتاب الطالب، واللي فيها منوضح جزء القواعد أيضاً على شكل عدة أمثلة. كتبت اليوم والتاريخ على رأس الصفحة، the day and the date at the top of the page. Monday the 9th of November 2020. الآن خلينا نوضح مع بعض البوكس الأزرق اللي بيشرح لنا مجموعة من المعلومات عن زمن المضارع البسيط واللي هو simple present tense. هلأ عندي زي تعريفين للقاعدة أو
عنوانين للقاعدة. العنوان الأول verbs that tell about the present. Again, مرة تانية. Verbs that tell about the present بمعنى الأفعال التي تخبر عن المضارع، أو ممكن نسميها we call this the simple present tense، ونحن نسمي هذا بزمن المضارع البسيط. أوكي، خلينا نوضح معلومة بسيطة عن زمن المضارع البسيط، بعد هيك ننتقل مع بعض إلى الأمثلة ونشرحها سويا. A verb can tell about now. Now. هلأ كلمة verb أخذناها مع بعض معناها فعل، وأعطينا أمثلة عليها مثل hop, run. أوكي، إذن a verb معناها فعل. A verb can tell about now بمعنى إنه زمن المضارع البسيط هو عبارة عن أفعال أنا بستخدمها لحتى تخبرني أو تحدثني عن الآن، عن أشياء الآن. When the verb tells about now and about what one person, animal, place, or thing does, an S is added except with the pronoun I. بمعنى عندما نستخدم الأفعال لتخبرنا عن أحداث تحدث الآن أو عن أفعال يقوم بها شخص معين أو حيوان أو مكان أو شيء، فإننا نضيف إس للأفعال قبل ضمائر شي هي إت ما عدا الضمير آي والضمير يو والضمير ذي والضمير وي أيضا. خلينا نوضح هذا الحكي أكثر، هو فقط عبارة عن شرح ل أو ترجمة، خليني أحكي للجمل لحتى تكون واضحة بالنسبة لإلكم، ولكن التركيز يكون على هذه الأفعال اللي بتوضح بالضبط القاعدة، قاعدة المضارع البسيط، زمن المضارع البسيط. معطيني examples، أمثلة. I walk، مستخدم هون الفعل walk، وإذا بتتذكر walk means يمشي. What do we mean by walk؟ ماذا نعني ب walk؟ يمشي. ومستخدمين الفعل run مثل ما احنا استخدمنا yesterday البارحة، فرح نشوف الأمثلة على run وعلى walk وعلى run. اوكي، يلا let's start، خلينا نبلش. المثال الأول في البوكس الأصفر الأول، I walk، عندي الضمير I. I ضمير I أحد ضمائر الجمع، منضيف للفعل اللي بعديها S؟ لا نضيف، إذن بتضلها walk مثل ما هي. برضو عندي I run، برضو ما أضفنا للفعل run الـ S. أوكي، you walk، شوفوا you كمان ضمير من ضمائر الجمع، معناته ما منضيف للفعل الذي بعدها S، ها ما أضفنا إس لا لووك ولا لرن كمان. الآن عندي هي، هي هي ضمير من ضمائر المفرد، أضفنا للفعل الذي بعدها إس فبتصير هي ووكس، هي ووكس. شوفوا كمان شي، شي ووكس، لأنه شي أيضاً ضمير من ضمائر المفرد. شوفوا تحتيها it، it walks، it walks. he، she، it، ثلاثة ضمائر من ضمائر المفرد
ما في غيرهم، بنضيف للفعل اللي بعديهم s. أما مثلا I you ضلت walk بدون s. شوفوا كمان we they walk بدون s، لأنه I you we they ضمائر جمع لا نضيف للفعل الذي بعدها s. خلينا ننتقل للفعل run. حكينا I ضمير جمع لا نضيف للفعل الذي بعدها s، فبتصير I run. You ضمير من ضمائر الجمع ولا المفرد؟ الجمع، لا نضيف للفعل الذي بعدها s. الآن خلينا نشوف كلمة the boy. شوفوا هاي boy، boy واحد يعني ولد واحد، واحد boy واحد ولد واحد، إذن نضيف للفعل الذي بعده s. أي كلمة بتدلني على شيء واحد أو شخص واحد لازم الكلمة اللي بعديها أضيف لها s، أضيف للفعل اللي بعديها s. The boy runs. أوكي، الولد يركض. شوفوا اللي تحتها the girl، برضو بنت واحدة، واحدة فقط، بما إنها واحدة نضيف للفعل الذي بعدها s. The girl runs، الفتاة تركض، runs. شوفوا the dog كمان، الكلب، الكلب حيوان، هذا الحيوان هو حيوان واحد، كلب واحد، بضيف للفعل اللي بعده s مفرد. إذن the boy مفرد، the girl مفرد، the dog مفرد، واحد واحد واحد، إذا نضيف للفعل الذي بعدها s. شوفوا الضمير we، ضمير we ضمير من ضمائر الجمع، ما أضفنا للفعل اللي بعده s. انتبهوا معي للكلمة الأخيرة، الكلمة الأخيرة اسمها the children، the children، the children run، run. هلأ the children يا تاني الحلوين معناها الأطفال، الأطفال. again مرة تانية كلمة the children الأطفال، الأطفال، بما إنها أطفال يعني مجموعة. طب إحنا للكلمات التي تدل على الجمع هل نضيف للفعل الذي بعدها s؟ لا نضيف للفعل الذي بعدها s، فبتضلها the children run، run. excellent boys and girls، ممتازين رائعين أحسنتم. الآن للتركيز أكثر على مهارة إضافة s أو عدم إضافة الحرف s للفعل حسب الكلمات أو الضمائر التي تسبقه، عندي مجموعة من الجمل على شكل ورقة عمل بدنا نحلها مع بعض إن شاء الله تعالى. الآن عندي 7 sentences، 7 جمل، بديت ب complete أكمل، ورح أبلش معاكم بالجملة الأولى. هلأ يا تاني الحلوين بوجود جمل مثل هيك في الاختبار أو بوجود جمل مثل هيك في أحد تمارين الكتاب مثلا، كيف الطريقة اللي أنا أحل فيها هاي الجملة وأعبي فيها الفراغ؟ أول شغلة بدنا نعملها نقرأ الجملة. she فراغ a tree، وبين قوسين between brackets عندي الفعل climb، climb يتسلق، climb يتسلق. الآن شو بعمل؟ بكتب الفعل الموجود بين قوسين في الفراغ، بعمل climb، نقلت الفعل الموجود between brackets الموجود بين قوسين كتبته في الفراغ، تمام؟ بعد هيك بتطلع على الكلمة اللي قبله، الكلمة اللي قبل الفعل بتطلع عليها، عندي مين؟ عندي الضمير شي، شي، شي بتذكر إنها
ضمير من ضمائر المفرد. طيب ضمائر المفرد بضيف للفعل اللي بعديها اس ولا لا؟ نضيف للفعل الذي بعدها اس، فبحط اس صغيرة جنب الفعل اللي أنا كتبته، فبتصير she climbs a tree. she climbs a tree، هي تتسلق الشجرة. تمام. sentence number two، الجملة الثانية بتقول we فراغ to school، وبين قوسين between brackets الفعل walk. walk يمشي، walk يمشي. الآن شو حكينا الخطوة الأولى؟ الخطوة الأولى يا مس نمسك الفعل الموجود بين قوسين بنحطه في الفراغ، يلا walk. بعد هيك بتطلع على الكلمة اللي قبل الفعل walk واللي هي الضمير we. we طيب we ضمير من ضمائر المفرد ولا الجمع؟ بسأل نفسي، هل الضمير وي ضمير من ضمائر المفرد ولا الجمع؟ ضمير من ضمائر الجمع. هل نضيف للفعل اللي بعده اس ولا لا نضيف؟ لأنه بيدل على جمع لا نضيف للفعل الذي بعده اس، فبتضلها مثل ما هي، خلص ما بضيف لها إشي، فبتصير We walk to school، بمعنى نحن نمشي للمدرسة. sentence number three، الجملة الثالثة بتقول I فراغ football. يلا نحلها مع بعض. I فراغ football. الخطوة الأولى شو؟ نكتب الفعل اللي بين قوسين في الفراغ. الفعل اللي عندي هو الفعل like يحب. طيب يلا نكتب الفعل اللي بين قوسين في الفراغ. بعد هيك شو بنعمل؟ نتطلع على الكلمة اللي قبل الفعل. شو الكلمة اللي قبل الفعل؟ I. الآن بسأل نفسي الضمير I هل هو ضمير مفرد ولا ضمير جمع؟ ضمير جمع من ضمائر الجمع. بضيف للفعل اللي بعده S؟ لا نضيف للفعل الذي بعده S، فتبقى I like football، بمعنى أنا أحب كرة القدم. sentence number four، الجملة الرابعة He فراغ breakfast، وبين قوسين الفعل eat. eat يا تاني الحلوين معناها يأكل. الخطوة الأولى إني أكتب يا مس الفعل الموجود بين قوسين في الفراغ، هاي eat. بعدين نتطلع على الكلمة اللي قبل eat، he ضمير من ضمائر المفرد، نضيف للفعل الذي بعدها إس، أحسنتم، فبتصير he eats breakfast، هو يأكل الفطور. excellent، أحسنتم، رائعين. sentence number five، الجملة الخامسة، عندي the girl فراغ a book، وبين قوسين الفعل read. the girl الفتاة فراغ a book. read بين قوسين بدي أحطها في الفراغ، كتبتها مثل ما هي. الآن كلمة the girl اللي قبل read عشان أطلع عليها وأعرف إذا كانت مفرد ولا جمع. the girl معناها فتاة، يعني بنت واحدة. طيب الكلمات اللي بتدل على المفرد بضيف لبعديها اس ولا لا؟ أحسنتم، اللي بتدل على شخص واحد أو شيء واحد نضيف للفعل الذي بعدها اس،
فبتصير الفتاة تقرأ الكتاب أو الفتاة تقرأ كتاب. Sentence number six، الجملة السادسة، The boys فراغ basketball. The boys فراغ basketball. طيب الفعل عندي play، يلعب play. الخطوة الأولى بكتب الفعل الموجود بين قوسين في الفراغ، أحسنتم. بعد هيك نتطلع على الكلمة اللي قبل الفعل، أحسنتم. الكلمة اللي قبل الفعل the boys، the boys. أكثر من ولد، أولاد، أولاد. إذا عندي كلمة بتدل على مجموعة، نضيف للفعل الذي بعدها اس أو لا نضيف؟ لا نضيف للفعل الذي بعدها اس، فبتصير the boys play basketball، الأولاد يلعبون كرة السلة. The last sentence، الجملة الأخيرة، sentence number seven، الجملة رقم سبعة، you فراغ fastly، وعندي بين قوسين الفعل swim. swim، swim معناها يسبح. الخطوة الأولى بنكتب الفعل الموجود بين قوسين في الفراغ، بعد هيك نتطلع على الكلمة اللي قبل الفعل you، ضمير من ضمائر المفرد ولا ضمير من ضمائر الجمع؟ ضمير من ضمائر الجمع. نضيف للفعل الذي بعده اس أو لا نضيف؟ excellent، لا نضيف للفعل الذي بعده اس، فبتصير you swim fastly، بتضلها زي ما هي، ومعنى الجملة أنتم تسبحون بسرعة. That's all for today، هذا كل شيء لليوم. بتمنى تكون القاعدة واضحة بالنسبة لكم. المطلوب منكم أحبابي الحلوين إنه نكتب مع بعض التلخيص تبع القاعدة لليوم في الفيديو على الدفتر الخاص باللغة الإنجليزية خلال فترة التعلم عن بعد، بالإضافة لكتابة هذه ورقة العمل على الدفتر أيضا. Thank you for listening، شكرا كتير لاستماعكم and your watching ومشاهدتكم. بشوفكم إن شاء الله في الحصة الجاي. See you next time. Bye bye.